في هذا العرض سوف أوضح لكم أسلوباً يسمى بإكمال المربع. Completing the square. والشيء المتقن في هذا الأسلوب هو أنه سينجح لأي معادلة تربيعية، وهو في الواقع يشكل أساس الصيغة التربيعية. وفي العرض التالي أو العرض الذي سيلي هذا سوف أثبت الصيغة التربيعية باستخدام إكمال المربع. لكن قبل القيام بذلك سنكون بحاجة لأن نفهم كل شيء عنه، وهو في الحقيقة يتكون من ما فعلناه في آخر عرض حيث قمنا بحل المعادلات التربيعية باستخدام إكمال المربع. دعونا نفترض أن لدي المعادلة التربيعية x تربيع ناقص 4x يساوي 5، وسوف أضع هذا الفراغ لسبب معين. في العرض الأخير رأينا أن هذه يمكن أن تحل مباشرة إذا كان الجانب الأيسر مربعا كاملا. كما ترى فإن إكمال المربع عبارة عن تحويل المعادلة التربيعية إلى مربع كامل. أن تقوم بهندستها تضيف وتطرح من كلا الطرفين لكي تصبح مربعا كاملا. كيف يمكننا فعل ذلك؟ حسنا، لكي يصبح الجانب الأيسر مربعا كاملا فيجب أن يكون هناك عدد ما، يجب أن يكون لدينا عدد هنا بحيث إذا قمت بتربيعه سأحصل على ذاك العدد، وإذا كان لدي 2 ضرب العدد أحصل على سالب 4. تذكروا ذلك وأعتقد أنه سيكون واضحا خلال عدة أمثلة. أريد x تربيع ناقص 4x زائد شيء ما أن تساوي x ناقص a تربيع. نحن لا نعلم ما هي قيمة A بعد، لكننا نعلم العديد من الأشياء. عندما أقوم بتربيع الأشياء هذا سيكون X تربيع ناقص 2A زائد A تربيع. فإذا نظرتم إلى هذا النمط هنا ذلك يجب أن يكون X تربيع ناقص 2AX، هذا يجب أن يكون 2AX، وهذا سيكون A تربيع. إذن هذا العدد أي A سيكون نصف سالب 4، أي أن A يجب أن يكون سالب 2، أليس كذلك؟ لأن 2 ضرب A تساوي سالب 4. A تساوي سالب 2، وإذا كانت A تساوي سالب 2 فما هي قيمة A تربيع؟ حسناً، A تربيع ستكون موجب 4. وربما أن هذا كله يبدو معقدا الآن، لكنني سأوضح لكم الأساس المنطقي. تقومون بالنظر إلى هذا المعامل هنا وتقولون حسنا، ما هو نصف ذاك المعامل؟ حسنا، نصف ذاك المعامل هو سالب 2. يمكننا أن نقول أن A يساوي سالب 2، نفس الفكرة هنا. ومن ثم تقوم بتربيعه، أي تقوم بتربيع الـ A وتحصل على موجب 4، لذا نضيف موجب 4 هنا، نضيف 4. الآن بحسب ما قمنا بفعله في أول معادلة، فيجب أن تعرف أنه لا يمكنك أن تفعل شيء لجانب واحد فقط من المعادلة. لا يمكنك أن تضيف 4 لجانب واحد من المعادلة. إذا كان x تربيع ناقص 4x تساوي 5، بالتالي عندما نضيف 4 لن تساوي 5، بل ستساوي 5 زائد 4. نضيف 4 للجانب الأيسر لأننا نريده أن يصبح مربعا كاملا، لكن إذا أضفنا شيء إلى الجانب الأيسر فعلينا أن نضيفه إلى الجانب الأيمن. والآن لقد حصلنا على مسألة تشبه المسائل التي قمنا بحلها في العرض الأخير. ما هو هذا الجانب الأيسر؟ دعوني أعيد كتابة كل شيء. لدينا x تربيع ناقص 4x زائد 4 يساوي 9. كل ما قمنا بفعله هو أننا أضفنا 4 لطرف المعادلة، لكننا أضفنا 4 لهدف محدد وهو أن يصبح الجانب الأيسر مربعا كاملا.
ما هذا الآن؟ ما هو العدد الذي عندما أضربه بنفسه سيكون الحاصل 4؟ وعندما أجمعه مع نفسي سيكون الناتج سالب 2. حسنا، لقد أجبنا عن هذا السؤال، إنه سالب 2. إذن نحصل على x ناقص 2 ضرب x ناقص 2 يساوي 9. أو يمكننا أن نقفز عن هذه الخطوة ونكتب x ناقص 2 لكل تربيع يساوي 9، ومن ثم نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين ونحصل على x ناقص 2 تساوي زائد أو ناقص 3. نضيف 2 لكلا الطرفين ونحصل على x تساوي 2 زائد أو ناقص 3، وهذا يخبرنا أن x يمكن أن تكون 2 زائد 3 وهي 5، أو أن x تساوي 2 ناقص 3 وتساوي سالب 1. وانتهينا. أريد أن أكون واضحا الآن، يمكنك أن تقوم بحلها دون اللجوء إلى أكمال المربع. يمكننا البدء ب x تربيع ناقص 4 x تساوي 5. بإمكاننا أن نطرح 5 من كلا الطرفين ونحصل على x تربيع ناقص 4 x ناقص 5 يساوي 0. ويمكن أن تقول إذا كان لدي سالب 5 ضرب موجب 1، بالتالي فإن حاصل ضربهما هو سالب 5 ومجموعهما هو سالب 4. لذا يمكنني أن أقول أن هذه x ناقص 5 ضرب x زائد 1 يساوي 0، وبالتالي سنقول أن x يساوي 5 أو أن x تساوي سالب 1. وفي هذه الحالة فإن هذه ربما تكون طريقة أسرع لحل المسألة، لكن الشيء المتقن في إكمال المربع هو أنه ينجح دائما. سينجح دائما بغض النظر عن المعاملات أو بغض النظر عن مدى صعوبة المسألة. ودعوني أثبت هذا لكم. دعونا نقوم بحل مسألة تبدو صعبة إذا حاولنا حلها عن طريق التحليل إلى العوامل بشكل خاص، إذا قمنا بحلها باستخدام تجميع أو شيء من هذا القبيل. دعونا نفترض أن لدينا 10 x تربيع ناقص 30 x ناقص 8 يساوي 0. الآن من خلال ما سبق يمكننا أن نقول انظر، ربما أنه يمكننا أن نقسم كلا الطرفين على 2، فإن هذا يبسط من المعادلة قليلا. دعونا نقسم كلا الطرفين على 2. إذا قسمنا كل شيء على 2 على ماذا نحصل؟ نحصل على 5x تربيع ناقص 15x ناقص 4 يساوي 0. لكن مرة أخرى لدينا الآن 5 أمام هذا المعامل، وعلينا أن نقوم بحلها باستخدام التجميع، وهو يعد أسلوبا متعبا. لكن يمكننا الآن أن نذهب مباشرة لإكمال المربع، وحتى أقوم بذلك سوف أقسم من كلا الطرفين على 5 لكي أحصل على المعامل 1 هنا. وسوف ترى سبب كون هذا مختلفا عن ما قمنا بفعله بشكل تقليدي. إذا قسمت كل شيء على 5 سيمكنني أن أقسم على 10 من البداية، لكنني أردت أن أوضح هذه الخطوة. دعونا نقسم كل شيء على 5. إذا قسمنا كل شيء على 5 نحصل على x تربيع ناقص 3 ناقص 3x x تربيع ناقص 3x ناقص 4 على 5 يساوي 0. لذا ربما ستقول لماذا نقوم بالتحليل إلى العوامل عن طريق التجميع إذا أمكننا دائما نقسم على هذا المعامل؟ فيمكننا أن نتخلص من ذلك، يمكننا دائما أن نحول هذا إلى 1 أو سالب 1. لكن لاحظوا عندما القيام بذلك سنحصل على 4 على 5 هنا. إذن من الصعب جدا استخدام تحليل العوامل هنا. سيكون عليك أن تقول ما هما العددان اللذان حاصل ضربهما يساوي سالب 4 على 5؟ إنه كسر، وعندما أخذ مجموعهما يكون سالب 3. إنها مسألة من الصعب تحليلها إلى عواملها، من الصعب استخدام تحليل إلى العوامل هنا. أفضل شيء يمكن القيام به هو استخدام إكمال المربع.
لذا دعونا نفكر قليلا بكيف يمكننا تحويل هذا إلى مربع كامل. ما أفضل القيام به، وسوف ترون الحل بعدة طرق أخرى، سوف أوضح لكم كل الطرق. أفضل وضع الأربعة على خمسة على الجانب الآخر، لذا دعونا نضيف 4 على 5 لطرفي هذه المعادلة. لا يتوجب عليك اتباع هذه الطريقة، لكنني أفضل أن أضع 4 على 5 بعيدا. ثم ما الذي سنحصل عليه إذا أضفنا 4 على 5 لطرفي هذه المعادلة؟ الجانب الأيسر من المعادلة يصبح X تربيع ناقص 3X دون وجود 4 على 5 هنا. سوف أترك بعض المساحة هنا، وهذا سيساوي 4 على 5. الآن كما في المسألة الأخيرة، سوف نحول هذا الجانب الأيسر إلى معادلة ذات حدين تكون مربعا كاملا. كيف نفعل ذلك؟ حسنا، نقول ما هو العدد الذي نضربه باثنان ويكون الحاصل سالب ثلاثة. عدد ما ضرب اثنان يساوي سالب ثلاثة، أو نأخذ سالب ثلاثة ونقسمه على اثنان، وهذا يساوي سالب ثلاثة على اثنان. ثم نقوم بتربيع سالب ثلاثة على اثنان. إذن في هذا المثال سنقول أن A يساوي سالب ثلاثة على اثنان. وإذا قمنا بتربيع سالب ثلاثة على اثنان، على ماذا نحصل؟ نحصل على موجب تسعة على أربعة. لقد أخذت نصف هذا المعامل وقمت بتربيعه وحصلنا على موجب 9 على 4. الغرض من القيام بهذا هو أن أحول الجانب الأيسر إلى مربع كامل. الآن ما نفعله لجانب من المعادلة؟ علينا أن نفعله للجانب الآخر. إذا أضفنا 9 على 4 هنا، لذا دعونا نضيف 9 على 4 هناك. وكيف تصبح المعادلة؟ نحصل على X تربيع ناقص 3x زائد 9 على 4 يساوي، دعونا نرى، إذن يمكننا أن نحصل على مقام موحد، 4 على 5 يعادل 16 على 20. نضرب البسط والمقام ب 4 زائد 9 على 4 يعادل ضرب البسط ب 5 لنحصل على 45 على 20. وكم ناتج 16 زائد 45؟ كما ترى إنها تصبح متشعبة، لكن على ما أعتقد أنه من الممتع إكمال المربع في بعض الأوقات. 16 زائد 45، انظر إن هذا يساوي 61 على 20. دعوني أعيد كتابتها. X تربيع ناقص 3X زائد 9 على 4 يساوي 61 على 20. عدد معقد. الآن هذا على الأقل ما هو على الجانب الأيسر يعتبر مربعا كاملا. هذا يعادل X ناقص 3 على 2 الكل تربيع، وقد كان لهدف ما. سالب 3 على 2 ضرب سالب 3 على 2 يساوي موجب 9 على 4، وسالب 3 على 2 زائد سالب 3 على 2 يساوي سالب 3. إذن المربع هذا يساوي 61 على 20. يمكننا أن نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين ونحصل على X ناقص 3 على 2 يساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي اللي 61 على 20. والآن يمكننا أن نضيف 3 على 2 لطرفي هذه المعادلة ونحصل على X يساوي 3 على 2 زائد أو ناقص الجذر التربيعي اللي 61 على 20. وهذا العدد معقد، وأتمنى أنه من الواضح أنكم لن تكونوا قادرين على الأقل لن تكونوا قادرين على الحصول على هذا العدد عن طريق التحليل إلى العوامل. وإذا أردتم قيمته الحالية فسنستخدم الآلة الحاسبة. ثم دعوني أستخدم الآلة الحاسبة، دعوني أمحو كل هذا. دعونا نتعامل مع الصورة الموجبة أولا. نجد
3 تقسيم 2 زائد الجذر التربيعي الثاني، سنختار الجذر التربيعي الأصفر، الجذر التربيعي ل61 على 20 ما يساوي 3.24. هذا معقد، 3.24464، وسوف أكتب 3.246 فقط. هذا يساوي تقريبا 3.246، وكانت هذه الصورة الموجبة. دعونا نقوم بحل صورة الطرح. علينا أن نستخرج الآلة الحاسبة مرة أخرى. إذا سنتعامل مع القيمة السالبة الآن. إذا نقوم بتغيير الجمع إلى طرح ونحصل على سالب 0.246. نحصل على سالب 0.246، ويمكنك أن تتأكد من أنها تحقق المعادلة الأصلية. المعادلة الأصلية كانت في الأعلى هنا. دعوني أتحقق من واحد منها. دعونا نفترض أن لدينا، إذا الإجابة الثانية على الآلة الحاسبة هي الإجابة الأخيرة التي استخدمناها. إذا قمت باستخدام إجابة متغيرة وهي ذلك العدد هنا، إذا كان لدي مربع الإجابة إنني أستخدم الإجابة التي تمثل سالب 0.24، مربع الإجابة ناقص 3 ضرب الإجابة ناقص 4 على 5، 4 تقسيم 5 يساوي، وهذا بعض التوضيح، إنها لا تقوم بتخزين العدد كاملا، إنه يتحول إلى تقريب إلى حد ما. إنها تقوم بتخزين عدد معين من المنازل. إذا عندما تقوم بحسابه باستخدام هذا العدد المخزن هنا، تحصل على 1 ضرب 10 للقوة سالب 14. إذا هذا يساوي 0.00013 صفرا، ومن ثم يليه 1.10 يليها 13 صفرا، ومن ثم 1. يوجد العديد من الأصفار، أو في الواقع إذا حصلت على الإجابة الدقيقة هنا، إذا قمت بعملية تقريب لا نهائية هنا، أو ربما إذا استمريت بهذه الصورة الجذرية، فسوف تحصل على 0. إذا هذا حقا يساوي 0. أتمنى أنكم قد وجدتم هذا مساعدا، أي مفهوم إكمال المربع. الآن سوف نقوم بتوسيعه لصيغة المعادلة التربيعية التي يمكن أن نستخدمها. يمكننا أن نوصل الأشياء لكي نقوم بحل المعادلة التربيعية.